بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من برنامجكم لغة القرآن على شاشتكم الأثيرة المفضلة قناة الناس. مشاهدي الكرام، يقول تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الآية هي العلامة والبرهان الساطع على صدق نبوة كل رسول وعلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء في آخر الزمان، يعني في ختام عمر الرسالات. أدي الآية. وكلمة بينة أي شديدة الوضوح والظهور والبيان. الآية كانت بتيجي لبني إسرائيل أوضح من الشمس على أن النبي من الأنبياء صادق في أنه رسول الله، وعلى أن رسولا قادما في آخر الزمان اسمه محمد سيأتي برسالة مهيمنة خاتمة شاملة. كم آتيناهم من آية بينة، يعني كثير، كثيرة تلك الآيات البينات والبراهين القاطعة على نبوة النبي من الأنبياء وعلى بعث رسول الله محمد أميرا للأنبياء وخاتما للمرسلين. ومع ذلك هل آمنوا؟ مش كلهم، قليل الذين آمنوا. ومن هنا قلنا إن السؤال وراه مقصدين: تقريع وتأنيب وتبكيت بني إسرائيل على أنهم لم يستفيدوا من البراهين التي وجهها الله إليهم لكي يؤمنوا بالمرسلين ويخضعوا ويتبعوا سيدنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم من جانب، ومن جانب آخر تسلية لرسول الله. إن يكذبوك فقد كذبوا الأنبياء من قبلك، إن كان أتباعك قلة فقد كان الأمر كذلك عبر كل العصور. تسلية. كم آتيناهم من آية بينة. مين بني إسرائيل اللي هيسألهم سيدنا النبي؟ يهود المدينة اللي هم المواطنين له وللمسلمين، لهم حق مواطنة زي المسلمين، عايشين مع النبي في المدينة. طيب هم يهود المدينة جات لهم تلك الآيات دي، جات لأسلافهم. الآيات دي زي إيه؟ أولا الآيات دي زي فلق البحر 12 طريق، وزي تفجر 12 عين من الحجر، وزي إنزال المن والسلوى. ومع ذلك عاوزين ياكلوا توم وبصل وعدس من بتاعنا في مصر. دي كلها آيات. وربنا قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الآيات دي ربنا بيقول كم آتيناهم، هو هيسأل يهود المدينة. وكم آتيناهم، هو يهود المدينة أوتوا هذه الآيات؟ لا، الآيات دي أوتيها أسلافهم وأجدادهم مع الأنبياء السابقين. طب إزاي الآيات أوتيها أجدادهم وأسلافهم في النبوات السابقة، ويقول ربنا سل بني إسرائيل اللي معاك في المدينة كم آتيناهم من آية بينة؟ إيتاء الآيات للآباء والأجداد، الآثار المترتبة على إيتاء هذه الآيات يستفيد بها الخلف كما استفاد بها السلف. هو احنا دلوقتي مش مستفيدين من القرآن الكريم ومن السنة اللي نزلت على مرأى ومسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب ويا عمار بن ياسر وبلال بن أبي رباح وأبو عبيدة بن الجراح؟ الناس اللي نزل فيهم الوحي دول استفادوا منه، واحنا الوحي ما نزلش فينا، ده نزل من 1451 سنة، ومع ذلك استفدنا ولا ما استفدناش؟ استفدنا كما استفدنا من الوحي. اليهود بالتأكيد في المدينة وبعد نزول الآيات والرسل والرسالات السابقة استفادوا منها هم الآخرون. لذلك قال كم آتيناهم من آية بينة، والإيتاء كان لأجدادهم. فاصل بعده نواصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا ان كم بتعطينا معنى الكثرة، ولو هي حتى للاستفهام، فالمراد تقريرهم بكثرة الآيات التي جيء بها إليه. كثرة الآيات دي دليل على إيه؟ أولا دليل على رحمة الله بالإنسان، يبعت آية الناس ما يؤمنوش، يبعت غيرها ويبعت تالتة. بقول لك سيدنا موسى القرآن بيقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الله، الآيات دي كلها رحمة من الله بالإنسان، والآيات دي كلها تدل على عنت بني إسرائيل وصلف بني إسرائيل واستبداد بني إسرائيل وطغيان بني إسرائيل وشطط بني إسرائيل وإسلام بني إسرائيل زماماتهم إلى الشيطان وإلى الأهواء وإلى انتكاس الفطرة في بني إسرائيل. الآيات دي بتدل على كده. طيب كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته؟ تتكلم عن آيات وبعدين تقول تبديل النعم. إيه الكلام ده؟ مش راكب على بعضه شكلا يا حبيبي، مش راكب. إزاي؟ مفيش في الوجود كله من ساعة ما نشأت الدنيا لحد القيامة ما هتقول أحكم من القرآن أبدا. كل حرف في القرآن الكريم وراه فلسفات وحكم لا نهائية. أنا مش بزايد إطلاقا أبدا أبدا، والله الذي لا إله إلا هو، هذه حقيقة مجردة وموضوعية. كل حرف في القرآن الكريم وراه أسرار وفلسفات ومقاصد وغايات. كم آتيناهم من آية بينة، فيه هنا محذوف، والمعنى سل بني إسرائيل عن عدد الآيات التي لا تحصى والبراهين التي لا تعد التي بعثناها إليهم دليلا على صدق المرسلين إليهم وبشارة بنبوة محمد في آخر الزمان، فخالفوها وبدلوا الغاية منها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يبقى الواو بتاع ومن يبدل دي عاطفة على محذوف، والتقدير كم آتيناهم من آية بينة فخالفوا ما كان يجب أن يكون، فبدلا من الإيمان ازدادوا كفرا، فكأنهم بدلوا وغيروا. الغرض والثمرة بتاع الآية كم آتيناهم من آية بينة فلم يستفيدوا منها وعكسوها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يبدل ما قالش يبدل. ليه؟ ليه؟ لأن بني إسرائيل ما بدلوش حاجة واحدة ولا اتنين ولا 3، ده عملوا ما لا يعمل في الكتب، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. عملوا كتير، فلو قال دون، لو قال بدلوا أو أبدلوا، لا، قال بدلوا، قال ومن يبدل، لأنهم بدلوا كثيرا، وجاب الفعل مضارع لأنهم استمرأوا التبديل والعبث بالوحي ومضوا عليه طويلا. وبعدين سمى الآيات، ما قالش ومن يبدل الآيات، لا، ومن يبدل نعمة الله. ده تركيب يراد أن نقف معه طويلا، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل. قلنا إن الله تعالى حين قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الكلام على الحجج والبراهين اللي جت مع المرسلين. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ترك الآيات وبيتكلم عن حاجة تانية، لا، هو بيتكلم عن الآيات برضه بس عبر عنها بأسلوب تاني. فبدلوها وغيروها ولم يستفيدوا منها. ومن يبدل، ما قالش الآيات بقى، سماها هنا نعمة الله. تسمية الآيات نعمة تنويه بشأن الآيات. طب إيه الحكمة إنه ما كانت سماها أي حاجة تانية؟ سماها نعمة لأن الآيات دي علامات على صدق الرسول، بتخلي الناس تتبعه وتخرج من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة. سماها نعمة لأنها حقيقة النعمة، إذ تتسبب في قيادة الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. وسماها نعمة لأنها تنجي الناس، بتبقى سبب. أما الناس تتبع الرسول بسبب الآيات دي والحجج دي والبراهين دي، هتنجو من العذاب وتخش الجنة، يبقى نعمة. وبعدين قال ومن يبدل نعمة الله. هو أنا لما أقول حافظ على الألم ده، ده ألم زميلك، هينال رعايتك أيها المشاهد. زي ما أقول لك حافظ على الألم ده، ده ألم الوزير نسيه وهو بيزور المدرسة، هتحافظ عليه قد ايه بقى؟ هنا ومن يبدل نعمة الله تشريف للنعم وتعظيم، ولا قالش نعمة المنعم أو نعمة الوهاب، قال نعمة الله. جاب الاسم الكريم علشان يبين إن الجلال والكمال والجمال كله في هذه النعمة. من بعد ما جاءته، كلمة جاءته دي تفيد إنه نعم ربنا، الأدلة والبراهين مش منتظرة إن احنا نجري ندور عليها أو نلتمسها، ده هي مبعوثة إلينا. ماذا ينتظر الإنسان من عطف ورحمة من الله بعد هذا كله؟ من بعد ما جاءته. طيب هو الإنسان هيبدل النعمة إلا لما تجيله؟ طبعا مش هيتصور تبديل الا لما نعمه البراهين تيجي، اما تيجي يبداوا يبدلوا. طب ليه قال من بعد ما جاءته؟ ما هو مفهومه لوحده، ليؤكد على وصول البراهين على بعثه الرسل اليهم، وعلى البراهين على البشاره برسول الله محمد اليهم، وانهم هم الذين ضيعوا الفرصه على انفسهم. من بعد ما جاءته. طيب احنا ننتظر الحس اللغوي، ينتظر ان السياق يكون ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فلنعاقبنه او فلنعذبنه او فلنجازينه أو فلينتظر الجزاء، أو فهو محكوم عليه بالعقاب. ما قالش كده، قال فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب، حد فيهم مين اللي هيتعاقب؟ اللي هيبدل نعمة الله من بعد ما جاءت ولا يستفيد منها، اللي هيعرض نفسه للعقاب. طب لا قالش ليه فلا أعاقبن فلا أعذبن؟ فاتح الباب للأوبة والعودة والمتاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب إن ظل على ذلك إلى أن يموت. ما قالش فلا أعذبن لاحتمال أن يتوب فربنا يعفو عنه. وبعدين إن بتؤكد مضمون الجملة، والاسم الكريم بيفيد الجلال والكمال والجمال والهيمنة، وبعدين شديد العقاب بيفيد العقاب عقاب شديد مش بس سريع. والعقاب هو الجزاء على جريمة، وسمي عقابا لأنه يأتي عقب الجريمة. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هذا، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة نعيش فيها في رحاب آيات أخرى. تحياتي إلى حضراتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.